حدث تاريخي، لأول مرة الكأس المصرية موجودة في بلده الثاني في المملكة العربية السعودية، وبين قطبي الكرة المصرية والعربية النادي الأهلي والنادي الزمالك. الكأس يعني زي ما حضرتك شايف هو كأس تاريخي بقى يمتد أكثر من 100 عام ويزيد، وإن شاء الله المباراة تخرج في صورة ودية تعكس عراقة الكرة المصرية والجماهير، وإحنا طبعا متواجدين في المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي هي بتقدم لنا كل التسهيلات وكل وسائل الراحة سواء للفرق أو للإداريين أو لمجالس الإدارة، وعاملين مجهود الحقيقة يشكروا عليه جدا. وأتمنى أن المباراة بإذن الله هتخرج في شكل حضاري محترم وممتاز ويليق بسمعة الكرة المصرية والعربية.